النهارده معانا دكتور مصطفى راشد، مفتي استراليا ونيوزيلندا، اللي بيتابع برنامج بيني وبينكم. اكيد شفتوه معانا كتير، وقد ايه شخصيه فوق الرائعه. دكتور مصطفى راشد، مفتي استراليا ونيوزيلندا، والباحث والكاتب في الشان الاسلامي. اهلا بيك يا دكتور، شرفت شاشه سي سات. اهلا استاذه شيرين يا غاليه، وتحياتي ليكي ولكل الساده المشاهدين، وكل سنه واخواتنا الاباط بخير بمناسبه السنه القبطيه. هي السنه المصريه. اهلا بحضرتك يا دكتور مصطفى راشد، انا هايدي مع حضرتك كمان، مشرفنا النهارده، وانا مبسوطه ان انا اكون مع حضرتك برضو النهارده. يعني ما كنتش محظوظه قبل كده، بس ان شاء الله يعني يبقى لينا تواصل دايما باستمرار على البرنامج وعلى شاشات القناه. حضرتك حياتي ليك يا استاذ هايدي. حبيبي كتر خيرك، ميرسي، مشرفنا بجد. في حضرتك سمعنا ان في منظمه التنوير العربيه التابعه للامم المتحده، يعني تشرح لنا شرح بسيط عن المنظمه وهدفها، ونحب نعرف اكتر. نعم اتفضل. نعم، اولا تحياتي ليكم، وكل سنه وانتم طيبين، وانا سعيد ان اكون معاكم على قناتكم الجميله، القناه يعني اللي بتقدم دائما ثقافة وبتقدم علم، يعني أنا بتابع بعض برامجكم، قناة رائعة. ربنا يخليك. وبالنسبة لمنظمة التنوير العربية، طبعا دي لأول مرة على مستوى العالم إن يبقى في منظمة للتنوير العالم العربي، يعني يبقى في منظمة للتنوير بتجمع المستنيرين. يعني احنا عشنا حياتنا في جماعات دينية وفي جماعات سلفية، كل الناس لهم تجمعات الا المستنيرين، للأسف كانوا كل واحد بيشتغل في جزيرة منعزلة، وعشان كده كانت الجماعات الدينية دايما هي المنظمة، او الجماعات المتطرفة يعني هي المنظمة يعني. فطبعا انا بحلم من زمان ان يبقى في مكان يجمع تنويريين، ويبقى كلهم يعني يد واحده، ويقدروا يواجهوا هؤلاء الغلاة المتطرفين يعني. فطبعا احنا عارفين ان حركه التنوير دي شيء مهم جدا، وهي اللي غيرت اوروبا لما ظهرت في القرن اخر القرن 18 وبدايه القرن 19، وقام بها المثقفين والعلماء والفلاسفه اللي هم المثقفين بتوع اوروبا، وكان منهم المحامي المشهور فرانسيس بيكون، وطبعا العالم الكبير اسحاق نيوتن وغيره يعني. فاحنا في بلادنا العربيه على هذا النمط محتاجين بقوه يبقى عندنا حركة تنوير عشان نتنقل للعالم المتحضر مثل ما فعلت أوروبا. فحركة التنوير يلزمها تجمعات، يلزمها إن الناس المثقفين يبدأوا ينشطوا. طب ده بدايته تكون إزاي؟ أولا بدايته تكون عن طريق منظمة أو جمعية. فأنا فكرت في الموضوع من 6 سنوات وانشات جمعيه اسمها جمعيه التنوير المصريه، للاسف اجتماع واحد وكانت بتجمع ولا اغلب المستثمرين، وسبتهم وسافرت على استراليا، للاسف الجمعيه توقفت. المره دي من شهر ونص انا مع مجموعه من الاصدقاء قلنا لا، هنعمل منظمه على مستوى العالم العربي وهنسجلها من خلال الامم المتحده، و نشوف الناس يعني هتتقبل الفكره ازاي، ونبدا نحط لهم النواه عشان نعمل حركه تنوير عربيه. ممتاز. فالجميل في الموضوع ان احنا بعد يعني احنا شهر ونص بس، بعد الشهر ونص الحمد لله اصبح عندنا اعضاء حوالي 5000 انسان من العالم العربي والعالم غير العربي. كمان بقى عندنا 46 فرع للمنظمة، يعني غطينا العالم العربي كله ودول أجنبية كمان.
ده كل ده في خلال شهر ونص. يعني اكتشفنا ان في اقبال شديد من الناس على هذه الحركه، الناس عايزه التنوير، الناس رغبه في ده، بس ما كانوش لاقيين المكان اللي يتجمعوا فيه يعني. فكانت حاجه يعني ساعدتنا جميعا كمجموعه. كمان بدانا مش كده، مش بس بننظم، لا ده احنا كمان بدانا نعمل نشاط. يعني بدانا نطالب الحكومات العربيه عن طريق المكاتب الموجوده نشرت، ونطالب بتدريس نص البيان العالمي لحقوق الانسان، 30 ماده بتوع نص البيان العالمي لحقوق الانسان اللي هم دستور المنظمه، اللي هم اهداف المنظمه. احنا جعلنا اهداف المنظمه او دستور المنظمه هو نص البيان العالمي لحقوق الانسان، اللي هم ال 30 ماده بتوع نص البيان العالمي لحقوق الانسان اللي هو صادر في 10 ديسمبر 1948 في فرنسا. فالحمد لله في يعني شفنا جزء من الاستجابه الاخيره دي، ان الرئيس في مصر والوزير التعليم المصري قرروا يدرسوا كتاب اسمه القيم واحترام الاخر. فده جزء من ال 30 ماده بتوع نص البيان العالمي لحقوق الانسان، حوالي 3 مواد أو 4 من النص. فده شيء عظيم ان احنا نعمل جزء او نبدا في ده، او يبقى في امل بقى ان احنا نكمل بقيه المواد ونطبقها عشان يبقى في بلادنا مساواه. نعم. بدايه طيبه يا دكتور مصطفى عشان يبقى في بلادنا مساواه وعدل، لان احنا محتاجين ده، محتاجين بلادنا محتاجه الامور. طيب يعني تعرف الساده المشاهدين مين مؤسس المنظمه، مؤسسي المنظمه، مين الناس اللي هم اللي المشاهدين عارفينهم كويس قوي وحاسين ان هم هيكون في صدى للمنظمه دي، لان هم عارفين ارائهم قبل كده وعارفين توجهاتهم قبل كده. نعم. وان ده برضو مكسب للمنظمه اللي حضرتك بتتكلم. نعم. عليها. طيب نعرف الساده المشاهدين مين الاحباء اللي موجودين مع حضرتك، اتفضل. يعني انا لما بدات الفكره طبعا تحدثت مع اغلب رجال التنوير في العالم العربي، وزي الدكتور المحترم طارق حدي، الدكتور وسيم السيسي، الدكتور خالد منتصر، الاستاذه فريده الشيباشي، الاستاذه فاطمه نعوت، مش عايز انسى حد، وكلهم شخصيات عظيمه، وكل واحد منهم يستطيع ان هو فعلا ينير المنطقه المظلمه في بلادنا، لان احنا بلادنا محتاجه تنوير بشده. التنوير بيقوم على استخدام التفكير المنطقي العقلاني، وده بيساعد في اتخاذ القرارات السليمه. يعني كمان التسامح الديني في اي منطقه بيعتبر من اهم افكار وملامح التنوير. يعني ففي احنا المجموعه بتاعتنا بتحاول تنشئ نواه لحركه التنوير مثلما حدث في اوروبا، لان زي ما احنا كلنا عارفين لولا حركه التنوير في اوروبا ما نهضت اوروبا. فبلادنا العربيه يعني تحتاج هذا بشده. حركه التنوير هي من اجل مستقبل اولادنا، لان اولادنا يستحقوا هذا، ان يبقى في عصر جديد، عصر فعلا قائم على النص البيان العالمي لحقوق الانسان اللي هو بيدعو للمساواه، بيدعو لاحترام الاخر، بيدعو للحريات، بيدعو لاحترام حقوق الانسان. نص البيان العالمي 30 ماده طبقتهم الدول الغربية والدول المتقدمة، ومش طبقتهم بس، بقالهم 50 سنة بيدرسوها في المدارس، بيدرسوا نص البيان العالمي لحقوق الإنسان في المدارس الابتدائية، وده كان سبب من أسباب إن هذه البلاد تتقدم. طبعا. نعم، ويبقى وضعها محترم. طبعا. للأسف الشديد البلاد العربية هي البلاد الوحيدة اللي ما درستش نص البيان العالمي لحقوق الإنسان. فاحنا بنضغط في ده، وبنطالب كل وزراء التربيه والتعليم عن طريق مكاتبنا، لاننا لا نملك غير الضغط والضغط الشعبي. يعني حركه التنوير هي حركه شعبيه. صحيح. بحيث
بحيث تستمع لينا الحكومات، تستمع لينا مجالس النواب، تصدر قوانين، تطبق قوانين. مع العلم نقطة مهمة جدا ان نص البيان العالم لحقوق الانسان يعني من واضع النص، يعني اللي كان مشارك في وضع النص واحد مصري وواحد لبناني، يعني احنا لنا ناس شاركت في وضع النص ده لما كان بيوضعوه في فرنسا. كمان احنا كدول عربية صدقنا ووقعنا على نص البيان الاعلامي لحقوق الانسان، لذلك اصبح هذا النص قانون داخلي. فانا كرجل دكتوراه في القانون بقول لحضرتك ان نص البيان العالمي لحقوق الانسان هو قانون اعلى داخلي في كل البلاد العربيه. بمعنى ايه؟ بمعنى لو القاضي بيطبق مساله او هيحكم في مساله في دستور، يبقى الدستور الاول، يليه الاتفاقيات والمعاهدات، دي بتسمى قانون اعلى، ثم القانون الداخلي، يعني بياخدهم بالترتيب كده. ف 30 ماده يعتبروا قانون اعلى داخل كل البلاد العربيه. كمان يستطيع اي محامي او اي واحد مواطن يستخدم هذه المواد امام المحاكم ويدفع بيها ويتخذ بيها يعني. نعم ملزم القاضي. طب هل في قضايا معينة هتركزوا عليها أكتر ولا هي هتبقى عامة يعني؟ لا فيك يعني احنا في كل الأمور، في أي أمر يخالف التنوير ويعني مثلا على سبيل المثال ياريت قضايا ازدراء الأديان، تمام، اللي هي بتستخدم كسيف على رقاب المستنيرين، صحيح. القضايا دي المحامي لو دفع ببطلانها بنص البيان العالمي لحقوق الانسان لانها ضد هذا النص وتخالف هذا القانون الداخلي اللي هو اعلى داخلي، يبقى على طول القاضي يرفض القضيه. فدي من الحاجات اللي احنا بنحاول نوصلها للناس ونفهم الناس ونفهم المحامين ونفهم رجال القانون ان استخدموا هذا النص امام القضاء اللي بيترفع قدامهم قضايا ازدراء اديان عشان نحمي الناس المثقفين اللي هم القضايا بترفع ضدهم. المثقفين بس ولا للديانات الاخرى؟ يعني ازدراء الدين المسيحي مباح، ازدراء الدين الاسلامي بيعاقب، وده واضح جدا في القضايا او استشعار الحرج. يعني ساعات قاضي في قضيه معينه اثنين قضاة استشعاروا الحرج في سيدة الكرم السيدة سعاد ثابت، دي قضية لازم ينظر فيها، يعني دي حقوق المرأة، حقوق إنسان. وأنا من جيت على الوتر يعني. مظبوط، وأنا على الهوى بوجه للقضاء بقول لهم هذا لا يليق بالقضاء المصري. أنا بقول لهم بصفتي راجل قانون، عيب قوي اللي يعني يبقى فيه بعد هذه المدة يعني القاضي يتنحى. يعني ايه يتنحى؟ يعني انت الفترة دي كلها كنت فين؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، زي يعني ايه قضية تقعد المدة دي كلها دون ان يصدر فيها حكم؟ ده لا يليق ولا يصح بالقضاء المصري. واتمنى ان وزير العدل يعني يبقى في نظرة لهذه القضية تحديدا، لان في اهانه للشعب المصري كله، صحيح. في شكل السيده سعاد او الام سعاد. انا كمان بالنسبه لنا احنا كمنظمه احنا هنطالب ده من وزاره العدل، يا ريت فعلا. طبعا، بس كمان خليني اقول لحضرتك بكل صراحه ان عشان بس زي ما لازم نكون عادلين في الكلام، يعني لو قلنا في ازدراء اديان للمسيحيين والمسيحيين ما بياخدوش حقوقهم، التقصير من المسيحيين. ليه التقصير من المسيحيين؟ لان انا متابع جيد، يعني لما بلاقي حد بيزدري المسيحيه او بيتطاول على المسيحيه، وده حصل كتير، لم يحدث لحد اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها ان حد رفع عليه جنح مباشره. للاسف كل اللي بيحصل بيتعمل بلاغات، واحنا كرجال قانون عارفين ان البلاغات او الشكاوى بيتم حفظها. ف
طيب خلاص نروح لحضرتك بعد كده، يعني خلاص انتوا سهلتوا علينا السكه. للمنظمه بتاعت حضرتك هي كده تبقى السكه اقصر بكتير. ما احنا عندنا مجموعه محامين ان شاء الله بيتولوا هذا. يعني يا دكتور مصطفى حضرتك قلت ان هم يعني الاقباط هم مش عارفين ياخدوا حقهم، طب هي الست سعاد هتعمل ايه اكتر من اللي عملته؟ عندها محاميين وعندها ناس، بس اللي بيحكم بقى هو ده نفسه. صحيح، هو ده اللي ما يعني ما انت مش هتقدر تعمل له حاجه، هو بيتكلم في ورق. عندك حق، ما عشان كده احنا هنتوجه بالسؤال لوزير العدل. بالظبط، ده هتبقى شغلتكم بقى. نعم. طبعا لان العدل ما فيهوش اختيارات، العدل لازم يبقى متساوي مع الناس كلها، والقانون لازم يساوي بين الناس جميعا، لا يفرق بين ديانه ولا لون ولا، وده نص البيان العالمي لحقوق الانسان اللي هو دستور المنظمه. احنا كمان بنحاول مع وزراء التربيه والتعليم بتدريس هذه المواد للطلبه، لان لو الطلبه في الابتدائي زي دول العالم درسوا هذه المواد هنلاقي شخصيات محترمه طبعا. مش هيبقى في فرق بقى، بدل ما بيطلع لنا ارهابي هيطلع لنا انسان محترم طبعا. عنده بيعرف يعني ايه عدل، مساواه، حريات، حقوق انسان. احنا بنتمنى ده. كمان في نقطه مهمه الناس لازم تفهمها، ان التنوير ده امرت بيه السماء في كل الاديان. صحيح. يعني مثلا على سبيل المثال موجود الكتاب ده، الكلام ده في الكتاب المقدس، وموجود في القران، موجود في الكتاب المقدس في سفر التكوين اصحاح واحد، بيقول راى الله النور انه حسن وفصل الله بين النور والظلمه. برضه في القران في سوره البقره الايه 257 الايه بتقول الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. يبقى النور ده امر تنوير طبعا. امر يعني يعلمه ويفعله المؤمن. طيب يبقى احنا دلوقتي عكس اللي هو بيشاع ان المستنير ده راجل علماني، لا لا لا، ده المستنير هو الشخص الحقيقي المؤمن. صحيح. بتمنى نعم. يعني أتمنى كمان مش بس الحاجات دي يا دكتور، إذا كان برضو لو تقدروا تتواصلوا مع الناس المسؤولة عن الإعلام في مصر، لأن الإعلام في مصر ده أكتر من الكتاب اللي موجود، يعني هو ده اللي بيخلق وبيشكل مجتمع بحاله. بلا شك يعني إحنا من الحاجات اللي وقفنا قطفتها وعملنا حملة لما الإعلام الحكومي اللي هو بشركة اسمها شركة مش فاكر، هي شركة حكومية. الشركة دي بتنتج مسلسلات وعايزة تنتج مسلسل لخالد بن الوليد. احنا وقفنا ضد هذا وعملنا حملة مظبوط ضد هذا، وقلنا بكل صراحة ان خالد بن الوليد هو قدوة سيف الله المسلول. كيف يقوم الانتاج المصري او الانتاج الفني المصري الحكومي بإنتاج مسلسل مثل هذا؟ يعني نعم. هو كان بالأولى أنه ينتج مسلسل عن تاريخ الفراعنة، عن تاريخ أحمد زويل، عن تاريخ نجيب محفوظ، أسماء عندنا عظيمة كتير. يعني إنما تروح تعمل لي مسلسل عن شخص الإرهابيين بيتخذوه قدوة طبعا، ده كلام لا يليق، وهذا يجب محاسبة الناس ووضع الناس في أماكنها. احنا كمان معترضين على وزير الاعلام الموجود، معترضين على رئيس شركه المصريين اللي هي مسيطره حاليا، اللي هي شركه حكوميه اللي هي مسيطره على كل القنوات المصريه، لانه هو من كان يريد ان ينتج مسلسل خالد بن الوليد وعنده افكار يعني عكس التنوير. بلادنا لو ما كانش الناس صوتهم يطلع، وكل تنويري يحارب من اجل بلادنا، من اجل تنوير بلادنا، من اجل تغيير هذه الافكار وهذه الشخصيات. فعشان كده انا بدعو كل تنويري عربي ان هو اولا يشترك معنا، ثانيا صوته لازم يعلى، لازم يبقى محارب. التنوير اذا ما كانش يصل وبقوه زي ما حصل في اوروبا هنفضل بلادنا في للاسف في ذيل العالم. احنا بنحاول حبا في بلادنا، حبا في اوطاننا، عشان نشوف بلادنا احسن، نشوف بلادنا زي البلاد الخارجيه المحترمه.
ما هو احنا مش اقل من الناس. صحيح. لكن صحيح. طيب. مين اللي هيوصلنا لده؟ احنا مش حد تاني. صحيح. طيب. يتواصلوا مع حضرتك شخصيا يا دكتور مصطفى؟ ده يشرفني يشرفني، انا بحطت على الموقع على تليفوناتي والواتساب عشان اللي عايز يشترك، والاشتراك عندنا مجاني بدون اي رسوم. نعم ممتاز. احنا نكون الاعلام الصوت اللي يوصل للناس، يعني المنبر اللي انتم تحبوه يبقى شرف لينا بصراحه. ده اللي بنتمناه منكم وانتم اهل ذلك. يا رب يخليك. شكرا ليك، الف شكر. عندك سؤال ثاني؟ لا خلاص. بنشكر حضرتك جدا جدا حقيقه دكتور مصطفى راشد. اشكركم 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 اشكركم. بالتوفيق دايما يا رب، ومن تقدم لتقدم يا رب ان شاء الله. شكرا استاذه هايدي، شكرا استاذ شريف، بتمنى لك كل التوفيق يا دكتور. ربنا معاك. ربنا معاك. سلام.